عايزة أعرف من حضرتك يعني ما يحدث من النوافذ الإعلامية الغربية، رؤيتك ليها، شايف التغطية الإعلامية الغربية لما يحدث في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إزاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني لا يخفى على أحد إن انحياز الغرب بشكل كامل لإسرائيل ومن وراءها أمريكا في المخطط لاجتياح غزة أو لتنفيذ مخطط بيحلموا بيه من عشرات السنين. اللي بيحصل من الإعلام الغربي هو مش غريب على الإعلام الغربي، لأن هم ما عندهمش مواثيق شرف إعلامي يلتزموا بيه، لكنهم دائما في الأزمات وفي الحروب بينتهجوا سياسة تنفيذ الأجندة الواحدة اللي هم بيعتمدوا عليها في تنفيذ المخطط اللي بتستهدفه الدولة أو مجموعة هذه الدول. لكن لابد أن نتفق أن الإعلام الغربي منذ 7 أكتوبر في تغطيته للأحداث و يعني بيصور بشكل مباشر للعالم كله أن حركة حماس هي مثل تنظيم داعش، وإن عبارة عن مجموعة من الإرهابيين اقتحموا إسرائيل وقاموا بعمليات إرهابية داخل إسرائيل إلى أن حدث الاعتداء الغاشم على مستشفى المعمداني. هنا حصل تحول في رؤية الإعلام الغربي وفي نقله للحدث، ولابد أن نعترف بده، وده ليه معايير وتحليل لازم أن احنا نقف عند هذه النقطة عشان نقدر نقول إمتى الإعلام نقدر نحوله. هنا حصلت كارثة إنسانية لا يستطيع الإعلام الغربي إغفالها، لأنه لو هو أغفل كارثة إنسانية زي دي المواطن هيتناولها عبر وسائل إعلام مختلفة من دول أخرى وهينتقد إعلامه هو. فلابد أن نعلم أن في هذه النقطة تحديدا أن الإعلام له وسائل ضغط تقدر من خلاله تحركه، له وسائل تقدر ترجعه عند التحول عندما يتحول في نقطة أو أخرى. فلابد أن نعترف هنا أن الإعلام الغربي في تنفيذه لأجندته في أمور هو لا يستطيع، لم يتمكن أن هو يحيد عنها. التصريح اللي طلعته قيادات قادة إسرائيلية في الجيش الإسرائيلي بأن سبب ضرب مستشفى المعمداني أن تحتها نفق وأسلحة لحركة حماس، وده اللي نفته حركة حماس، وطبعا شيء غير معقول. أولا التصريح طلع بعد عدة أيام من ضرب المستشفى، وده يدل على أن الإعلام وقبلها الغربي أصلا كان في يعني تنصل من أنه الكيان الإسرائيلي هو اللي ضرب المستشفى. الأول كانوا بيقول مش إحنا اللي ضربينها أصلا. بالضبط. لما دلوقتي بيعترفوا بيقولوا أن سبب ضرب المستشفى هو أن في أنفاق وفي أسلحة لحركة حماس في أسفل المستشفى، وده اللي نفته حركة حماس. الاعتراف من دولة إسرائيل في هذا التوقيت وبعد عدة أيام من ضرب مستشفى المعمداني إن دل على شيء، يدل على إن إعلام الغرب عندما أذاع هذه الحادثة أثر في الشارع الغربي بشكل واضح. دول الاتحاد الأوروبي بتناصر وتساند أمريكا وتدعم قرارات أمريكا وإسرائيل في الحرب، إلا أن الأحداث الأخيرة غيرت وجهة نظر البعض في الشارع الغربي، والدليل على إن بعض الأحزاب اليسارية في دول الاتحاد الأوروبي أعلنت تضامنها مع غزة، والتحول ده يقلق إسرائيل ويقلق أمريكا أيضا. فلابد أن هم بشكل أو بآخر يحاولوا أن هم يسيطروا على إعلام الغرب حتى لا تتحول القضية إلى قضية رأي عام يثير الشارع وشعوب العالم ضدهم وضد قراراتهم. هل هذا التحول من وجهة نظر حضرتك شايفه ليه مآرب سياسية أخرى، ولا هو فعلا دعما للإنسانية مش هنقول القضية الفلسطينية؟ لا، هو هنقول برضو في الغالب إن الأغلب إن ليها شكل إنساني كبير. يعني كل شعوب العالم بيحصل عندها حروب وبيحصل عندها أزمات، والإنسان بطبيعته بيتأثر بالأحداث الدموية والأحداث الاغتيالات خاصة لأطفال وغيرها. ولازم برضو المشاهد يعلم جيدا أن إعلام الغرب لم ينشر منذ 7 أكتوبر حتى اليوم أي واقعة إنسانية لطفل تم اغتياله ولا امرأة تم اغتيالها، ولكن كل ما يذاع من إعلام الغرب هي يعني مشاهد خاطفة لعمليات جماعية وإطلاق صواريخ من بعيد، وبيذاع أن الهدف منها فقط هو القضاء على حماس الإرهابية من وجهة نظره.